فيديو النهاردة معانا هيكون مختلف شوية، هقدملك فيه أقوى 5 تمارين تستهدف عضلات البطن علشان تشديها وتقويها وتنحتي بيها الخصر. الفيديو عبارة عن تطبيق مباشر، كل اللي عليكي تجهزي نفسك للتمرين وتسمعي كويس شرح كل تمرينة علشان تتعلمي الأداء الصح وتتجنبي الأخطاء والإصابات. بس قبل ما نبدأ التمرين عايزاكي تسخني جسمك كويس بأي حركات إحماء، زي انك تجري في المكان او تنطي الحبل او حتى تشغلي اغنيتك المفضلة وترقصي عليها. يلا جهزي ازازة المية جنبك واسمعي كويس شرح التمرينة، وبعدها ابدأي عدي معايا زي ما هيكون قدامك في الفيديو. التمرين الاول اسمه كرانشز، من اقوى واشهر التمارين اللي بتقوي وبتشد عضلات البطن. نامي على ظهرك واتني رجلك وخلي ايدك تحت راسك، وابدأي ارفعي كتفك لأعلى في اتجاه السقف واضغطي على عضلات بطنك وانتي بترفعي كتفك لفوق. بلاش تحركي صدرك ناحية رجلك، الحركة هنا هتكون كلها معتمدة على عضلات البطن. ارفعي كتفك ببطء وانتي بتاخدي نفسك لجوه، واعملي ثبات فوق لثواني، وبعدها ارجعي لنقطة البداية وخرجي النفس لبره. يلا ابدأي عدي معايا مع الفيديو 15 عد. التمرين الثاني اسمه تمرين الرفع على شكل حرف الفي، او تمرين الفي اب. نامي على الارض وايدك جنب رجلك مفرودين باستقامة جسمك، ارفعي رجلك لفوق وكمان ايدك مع الجزء العلوي من جسمك، وحاولي على قد ما تقدري ان ايدك تلامس رجلك. التمرين هيشغل عضلات البطن العلوية والسفلية واللي بتعتمدي عليهم في رفع جسمك. انزلي بايدك ورجلك لنقطة البداية من غير ما يلمسوا الارض. اعملي التمرين ببطء علشان تستفادي اكتر، وكمان نظمي نفسك كويس وبلاش تكتمي. يلا بينا نبتدي ونعد مع الفيديو 15 عد. التمرين الثالث هو الجامبينج جاك بلانك. تمارين البلانك عموما بتشغل كل عضلات الجسم، ولكن بتأثر اكتر على عضلات بطنك، وده لانك بتحافظي عليها دايما مشدودة اثناء ادائك للتمرين. هتاخدي وضعية البلانك العادية مع القفز برجلك بانك هتفتحيها وترجعي تضميها تاني، واهم نقطة انك تحافظي على بطنك مشدودة اثناء التمرين. يلا بينا نعد ال 15 عد. التمرين الرابع اسمه تمرين الرول اب. هتنامي على الارض وايدك ورجلك مفرودين باستقامة جسمك. ابدأي بالراحة برفع دراعك لأعلى وللأمام، معتمدة على عضلات بطنك لحد ما ترفعي المنتصف العلوي من جسمك وتاخدي وضع الجلوس. حافظي على استقامة رقبتك، ما تخليهاش متنية لقدام، وببطء هترجعي لنقطة البداية وانت معتمدة برضو على عضلات بطنك في الحركة. التمرينة دي بتقوي عضلات البطن وكمان بتزيد من مرونة العمود الفقري. يلا ابدأي معايا ونعد ال 15 عد. التمرين الخامس اسمه ماونتين كلايمبر. التمرين ده نوع من انواع البلانك برضو. هتاخدي وضعية البلانك العالي وتحركي رجلك بالتبادل مع الرجل التانية اتجاه صدرك وكأنك بتتسلقي جبل، وحافظي على بطنك مشدودة ورقبتك في وضع مستقيم ومريح دايما ليكي.
التمرين ده هيقويلك عضلات البطن وكمان عضلات الأفخاد. يلا عدي معايا 30 عدة، يعني 15 رجل بالتبادل مع التانية.
كده أكون خلصت وقدمتلك أقوى 5 تمارين لشد ونحت البطن والخصر. كرري الفيديو من 3 لـ5 مجموعات على حسب ما تقدري، ولو عندك دهون متراكمة في منطقة البطن يبقى لازم تعملي نظام غذائي منخفض في السعرات الحرارية، وهسيبلك رابط تحسبي منه السعرات الحرارية المناسبة لجسمك، وكمان هسيبلك لينك فيديو التنشيف في أول كومنت هيساعدك في التخلص من أي دهون زيادة. لو عجبتك الطريقة دي في شرح التمارين اكتبلنا في تعليق حب الفيديو اللي جاي يكون عن تمارين أي عضلة، ودعمينا بلايك وشير للفيديو، واشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة علشان يوصلك كل جديد.